مدينتنا اليوم موجودة في الوسط الغربي للبلاد التونسية، يقولوا لي هي تبنيت على عين ماء اسمها عين قايد، وترجع أصل تسميتها لزوز قصور رومانية تعديت عليها برشا حضارات كما الرومانية البيزنطية الإسلامية، وشهد عليها برشا أثار كما أثر سبيتلا حيدرة وتيلة. مدينتنا هذية اللي ما يعرفهاش موجود فيها أعلى قمة في تونس اللي هو جبل الشعامبي، معروفة بالحلفة وعندها تفاح بنين في سبيبة. مرحبا بكم في القصرين. اليوم شقان الفطر نتاعنا اليوم في القصرين في ضيافة مدام ربيعة، يعطيها الصحة باش تفرح بينا وباش طيب لنا اليوم كسكسي قصريني يعمل 66 كيف. الله يخليك، يعطيك الصحة مدام ربيعة. يعيشك ربيعة حدين بالقصرين، مرحبا بكم في القصرين، نفرح بكم ونطيبوكم كسكسي قصريني حمص وزبيب معروف، هذا نعملوه في الفروحات ونعملوه للضيف اللي يجي نفرحوا بيه، نعملوا له كسكسي حمص وزبيب بالمسلين ونعملوا كل شيء احنا، اما الطبق الرئيسي هو الكسكسي. حطينا البصل، حطينا زيت وطماطم، وحطينا تبل وكرويه، فلفل زينه، شوي كركم، وهكا خلطناهم كل مع بعضهم باش توا نمرقوا بالماء. بعد الحار باش نحلي السهريه نتاعنا، والسهريه ما تحلى كان مع سمار شيف. اليوم خممت باش نعمل لكم كريم كراميل، سهله برشا الكريمه، حتى اللي ما يعرفش يقدها ديما راهي طريقه التحضير موجوده في ظهر الباقه، يعني حتى اللي ما تعرفش او كنجم تغش شويه وتقول راني نعرف نقد وتقرا الظهر نتاع الباقه. ناخذوا الكريم كراميل نتاعنا نفرغوها في الصحفه، نزيدوها زوز كيسان حليب، ومن بعد نخلطوها مليح، نحطوها فوق الغاز، نحركوا بالكدي بالكدي، ومن بعد ناخذوا صحفه واحده اخرى نحطوا في القاع نتاعها كراميل سمارت شيف، ومن بعد نصبوا فوق منها الكريم كراميل نتاعنا ونحطوها في الفريجيدير 3-4 سوايع من زمان، ومن بعد تاكلوا صحه وبشوي. وكالعاده ديما انت شيف مع سمارت شيف.